أميرة الفانتوم. أيضا متجه نقطة الانطلاق لعملية الإحماء. الشوط القادم إن شاء الله خيول عربية أصيلة. فات الإناث من 4 سنوات وما فوق. أميرة الفانتوم أميرة وأصايل. واحد تسعة نجمة. ما في سماعات. تحقق الفوز هنا على أرضية ميدان قانا الجليل مع الخيال الكبير أياس أبو جبل. انطلقت متأخرة مع بعض الشيء، قلصت الفارق ما بين المنعطفين واندفعت في الأمتار الأخيرة أبو جبل. تتويج سانشاي سان قانا الجليل وللتصفيق لسانشاي وواعد البريق. تتويج جماعي يوسف فرسان سباقات قانا الجليل هنا في كفركنا. مبروك المبروك يا اشرف نحلي، مبروك يا ابو علي. صور تذكاريه جماعيه. صور يا مطلق صور. الشوط القادم إناث كبار، 3 مشاركات في المجموعة القادمة. أميرة الفانتوم أميرة وأصايل رجاء إحضار هذه الأسماء إلى أرضية الميدان بأسرع وقت ممكن.